وللحديث أكثر عن جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية والموقف الدولي حيال الأزمة ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، بعد التحية، يعني لا يكاد يمر يوم إلا وتستقبل القاهرة أو تتلقى اتصالات من أطراف دولية. اليوم كان هناك رئيس وزراء ماليزيا، السيد الرئيس كان يستقبل رئيس وزراء ماليزيا وأيضا وفدين من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأمريكي. كيف ترى القاهرة في معادلة التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ طبعا هي مصر من أولى الدول التي تدعم القضية الفلسطينية، ومنذ بدايتها وحتى الآن ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ومصر هي الداعم الرئيسي والداعم الأول للحق الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن ذلك عدة مرات بأن مصر مع دعم الأشقاء الفلسطينيين وأنها مع الحق الفلسطيني ومع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو عام 1967. وهذا هو دعم مصر وموقف مصر الثابت والراسخ. والقاهرة عندما تستقبل هذه الوفود سواء على مستوى رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو حتى وزراء الخارجية خلال الفترة الأخيرة، أعتقد أن ذلك يعبر بصورة واضحة عن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في منطقتها. وأعتقد أن هذا أن العالم ينظر الآن إلى مصر باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي الركيزة الأولى لهذا الاستقرار باعتبار أن مصر كانت بنادي منذ فترة طويلة بضرورة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين باعتبارها هي الأصل وعودة القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء. أعتقد أن هذا الجهد الذي بذلته مصر يعبر بحق عن الدور الأساسي والدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها. طيب، ونحن نتحدث عن الدور المصري، كيف ترى الوساطة المصرية في إفراج كتائب القسام عن أسيرتين كانت لديهما إسرائيلتين وتم الإفراج عنهما؟ طبعا مصر لديها علاقات مع كافة الفصائل الفلسطينية وحتى مع الجانب الإسرائيلي، وأعتقد أن الدور الذي لعبته القاهرة خلال الأزمات المتكررة وأعمال العنف المتصاعدة داخل الأراضي الفلسطينية لتهدئة الأوضاع أعتقد هو المعبر عن هذا الدور. فعلاقة مصر المتجذرة مع الأشقاء الفلسطينيين هي الدافع الرئيسي لتحريك هذه القضية. أعتقد أن مصر هي يعني ينظر إليها باعتبار أنها الشقيقة الكبرى، والفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتهم يرون أن مصر ليس لها مصلحة إلا استقرار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية. ومصر عندما استضافت الفصائل الفلسطينية عدة مرات على أراضيها لمحاولة رأب الصدع فيما بينهم وتوحيد الصوت الفلسطيني الواحد حتى يكون للفلسطينيين موقف موحد تجاه العالم وتجاه قضيتهم، أعتقد أن هذا تكرر عدة مرات. وأعتقد أن هذا هو باعث الثقة الأساسي من الفصائل الفلسطينية باختلاف توجهاتهم تجاه القاهرة، نظرا لأن مصلحة مصر هي استقرار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، وينظر إليها الأشقاء الفلسطينيين على هذا الأساس. فأعتقد عندما تنجح القاهرة في هذا الدور فهو بالفعل يعبر عن الدور الأساسي الذي تلعبه في مصر في القضية الفلسطينية. يعني ونحن نتابع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نرى هناك ازدواجية للمعايير فيما يتعلق بالغرب، يعني الغرب ظهرت هذه الازدواجية بوضوح مع التصعيد الحالي في القطاع. يعني انقطاع الكهرباء عن أوكرانيا كان موقفا غير إنساني وجريمة حرب من وجهة نظر الغرب، بينما كان ذات الموقف هو النقيض بالنسبة لقطاع غزة. كيف ترى هذه العملية في الكيل بمكيالين من قبل الغرب وازدواجية هذه المعايير؟ زي ما حضرتك تفضلت، هو الكيل بمكيالين هو الأساس في العلاقات الدولية الآن للأسف الشديد، لكن الدعاية الإسرائيلية وطريقة مخاطبة الإعلام الغربي على النهج الذي يعني سعت إليه إسرائيل منذ اللحظة الأولى وتصدير صورة غير واقعية وغير حقيقية لما يحدث على الأرض، ومحاولة يعني تغذية مشاعر المواطن الغربي عبر صور مفبركة وصور
لا تعبر عن الواقع، يعني بس الصور أعتقد التي هذه المرة أستاذ صلاح يعني هذه المرة أعتقد أن الصورة تغيرت الآن، نرى المظاهرات والحراك في الشوارع الدول الأوروبية. يعني هو نجح في الأيام الأولى الإعلام الإسرائيلي في مخاطبة الغرب باللغة التي يريدها، لكن بعد ذلك عندما تكشفت لدى يعني وسائل الإعلام الغربية وبالفعل يعني استنتجت أن الصورة التي صدرت في الأيام الأولى للمواجهات كانت صورة غير حقيقية وغير معبرة عما يجري على أرض الواقع، الآن العالم اكتشف أن إسرائيل تستهدف المدنيين، تستهدف المستشفيات، تستهدف دور العبادة. أعتقد حتى مدارس الأونروا التي كانت تعتبر الملاذ الآمن لمعظم المدنيين الفلسطينيين أصبح الآن العالم يرى بعينه ما يحدث على أرض الواقع، الجرحى من الفلسطينيين والشهداء من الفلسطينيين في تزايد مستمر. آلة الحرب الإسرائيلية الآن أصبحت تدق المنازل على رؤوس قاطنيها، لا تفرق بين مدني وعسكري. أعتقد أن العالم يدرك المظاهرات الكثيرة والمظاهرات الواسعة التي خرجت في بلدان وعواصم غربية لم تكن أبدا يعني تعلم الصورة الحقيقية، الآن بالفعل الصورة تغيرت. المواطن صحيح. الغربي الآن عندما تنقل له الحقيقة أصبح بالفعل يدرك ما يحدث على أرض الواقع. صحيح. فالآن العالم أصبح يدرك ما يحدث وأصبح ينادي بضرورة توقف هذه الحرب العبثية. وصلت الفكرة. الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا الشكر.